نواصل المنتصف من دبي إلى غاية 12 من الشهر الجاري. تتواصل الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المعروفة اختصارا بالكوب. برنامج حافل في اليوم الخامس على توالي من الفعاليات، لكن يستأثر باهتمام المشاركين والمتابعين تنظيم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لحدث تنفيذ عقد المحيطات في إفريقيا. هي بمثابة خارطة طريق لقارة لا تلوث بقدر القارات الأخرى لكنها تتضرر بشدة جراء تغيرات المناخية. معنا لتفاصيل أوفى أحد مفادي ميديان إلى الكوب 28 عبد المولى بوخريس. عبد المولى مرحبا. مرحبا مجدولين، مرحبا مستمعي إذاعة ميديان. عبد المولى، هل لك أن تضعنا في صورة حدث اليوم؟ نعم مجدولين، المحيطات وما كما أسلفت هي المحيطات الأفريقية ليست بمنأى عن التغيرات المناخية. للأسف هناك مجموعة من التهديدات على شكل ارتفاع منسوب المياه، التلوث، الضغط العمراني على السواحل، وأيضا الاستنزاف المفرط للموارد البحرية. هي تشكيلة للأسف مجدولين من المخاطر تدفع نحو الإسراع بالتحرك استجابة لهذا التدهور المتزايد للمنظومة الإيكولوجية البحرية والساحلية في أفريقيا. طبعا في هذا السياق التأمت شبكة من الشركاء البارزين من جميع أنحاء العالم الملتزمين بالعمل صالح المحيط مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وطبعا هي كما نعلم عضو مؤسس في تحالف عقد المحيطات، من أجل بسط استراتيجية العمل في ظل عشرية المحيطات والتي تتم عبر دعم علوم المحيطات لمكافحة التغير المناخي، والأكيد مع التركيز بشكل خاص على إفريقيا، حيث قدم المشاركون وهم من جنسيات مختلفة تجارب دولية للأساليب المبتكرة التي يمكن تكييفها وتنفيذها من قبل مختلف الشركاء في أفريقيا في سياق هذا عقد المحيطات الذي ينتهي بحلول العام 2030. طبعا رؤية عقد المحيطات تتجلى في عبارة مختصرة لكنها تقول كل شيء بحسب الحضور العلم الذي نحتاجه للمحيطات التي نريدها. فهو بهذا المعنى طبعا مساحة لخلق الاجتماعات للعلماء وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لتطوير المعارف العلمية، كما حدث ذلك قبل حوالي نصف ساعة من الآن. وطبعا الشركات أيضا اللازمة لتسريع وتسخير التقدم المحرز في علوم المحيطات من أجل تحقيق فهم أفضل لنظام المحيطات وتقديم حلول قائمة على العلم لتحقيق خطة عام 2030. وطبعا هذه الفعاليات هي جزء من مجموعة من الأجندة التي تعمل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على تنفيذها هنا في إطار كوب 28 بالشراكة مع مجموعة من الفاعلين الوطنيين وأيضا الدوليين، وطبعا في قائمتها ترافع حول قضايا المناخ بالقارة الأفريقية المظلومة في نظر الجميع هنا من التغير المناخي، بالرغم من عدم مساهمتها فيه إلا بحوالي 4%، لكن هي دائما تجد نفسها في واجهة جني ليست ثمار ولكن جني تبعات السلبية للأسف لهذه التغيرات المناخية.